السلطات الفرنسية تشدد من إجراءاتها الأمنية في الملاعب بعد انتقادات واسعة لأعمال شغب وقعت جنوبي فرنسا. بالقرب من ملعب بارك دو برانس بباريس انتشر حوالي 1500 رجل أمن، وخاصة عند المداخل الرئيسية للملعب الذي يستضيف مباراة بين تركيا وكرواتيا يحتمل أن تليها مواجهات. العشرة من مشجعي الفريقين تظاهروا في المنطقة المحيطة للملعب قبيل بدء المباراة للتعبير عن حماسهم الشديد، فيما شدد عناصر الأمن إجراءات التفتيش لكل من أراد دخول الملعب. يقول أحد المشجعين: لا يمكننا أبدا أن نكون بأمان تام، ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك الحد الأدنى من الحماية اللازمة. يقول آخر: المنطقة المخصصة للمشجعين ربما هي المنطقة الأكثر أمانا حيث يمكننا مشاهدة المباراة، وهناك تشديد أمني حيث يتم تفتيش كل شخص قبل الدخول. الصحف الفرنسية والبريطانية وفي عناوينها الرئيسية عبرت عن استيائها وصدمتها من أعمال العنف التي وقعت على هامش المباراة بين إنجلترا وروسيا، وأوقعت 35 جريحا بينهم مشجع بريطاني في حالة حرجة. من جهة أخرى، دان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعمال الشغب هذه معتبرا إياها مخجلة وغير مقبولة.